حسب معلوماتي كذلك انك لما انتهى بث مسلسل الحلقه الاخيره من يما بكى محمد لما كان يشوف مع الزملاء هناك. صح كنت مع كان احساس جميل في نفس الوقت كانت عليا ضغوطات بزاف صراحه. شديت 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 حتى اليوم اللي خلصنا التصوير كان يبكاو نجيب بكاو بزاف الناس، مي انا ما بكيتش. جاتني قلت مازال ما كملش المسلسل، ما خلص المسلسل، ما كنت قلت ما كاينش منها، مازال ما خلصش. لكن كي خلصت الحلقه الاخيره وبعد شفت الجينيريك تاع كواليس التصوير جاتني جي وحدها ولا غير وحدها بدون محمد سابق انذار. اسمح لي نعاود نولي لك.